وهو امبارح عمرو بيفطر بيتعشى العشاء الفخم الفاخر ده، الحقيقة الحكومة ناسية مش عايزة تحل مشاكل أطباء، شباب أطباء، بدل ما تروح تحل مشكلة الأطباء اللي بيهاجروا برا البلد بسبب مطالبهم اللي مش بتتحقق، ولا مشاكل الأطباء اللي بيموتوا في المستشفيات بسبب الإجهاد، الحكومة سابت كل الدنيا دي وشافت إن مشكلة مصر في الزيادة السكانية. أو والله العظيم اسمع كده. جزء كبير من المفروض، يعني انا عارف طبعا اعباء وزاره الصحه دي كثيره، ولكن هذا الامر موضوع الزياده السكانيه والزياده المضطرده كل عام يجب التعامل معها بطريقه توعيه ومن خلال ايضا الادويه او الوسائل الخاصه بمنع الحمل. هتعملوا ايه؟ لا، الموضوع ده طبعا كان في بدايه، يعني بعد حلف اليمين بحوالي دقائق، كان في تكليف من سيادة الرئيس مع كل الوزراء اللي تم ترشيحهم، وكان يعني في خلال التكليف واضح جدا ان وزارة الصحة السكان ان تعود يعني قضية السكان في رأس أولويات وزارة الصحة والسكان. ومن هذا المنطلق طبعا هي لو احنا بس رجعنا بالتاريخ هنلاقي ان قضية السكان في مصر حتى يعني من ايام الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر لما قال ما فيش مشكلة في مصر إلا مشكلة السكان تعرف أساسي فيها. طبعا بس الدكاترة مش مشكلة، الناس ردوا على الوزير الصحة وقالوا له بلاش تعلقوا فشلكم على شماعة اسمها الزيادة السكانية. نسمع الناس بقى كده. الصين 100 ضعف عدد سكان مصر وإحنا بنشحت منها. خالد قال له والله العظيم الحل سهل قوي وحل وقتي وهيخلص لكم من نص الشعب. حضرتك يا معالي الوزير تروح لسيادة الزعيم القائد وتحاول تقنعه يفتح بس باب المطار وارمي يا باشا بره البلد، وزعونا على الكره الارضيه. يا يوم ما تعمل كده وتقنعه هيكون اسعد يوم في حياه الشعب وبرضه في حياه الزعيم العالم العربي وزعيم العالم الاوروبي وزعيم العوالم الخفيه. قول له يا باشا ان في شباب زي الورد بيهربوا بمراكب تعبانه وبيموتوا في البحر، وحياه ابوك يا اخي تنجز، عايزينك عايزين نهج بقى. محمد قال له الحديث عن الزيادة السكانية من جانب وزير الصحة تدليس في إطار الالتفاف والإبراء للساحة من كارثية الأزمة الاقتصادية والأزمة صناعة الدولة والإنسان أفضل استثمار زي ما كانت الدولة على وعي وإدراك بماهية المواطن وماهية الاستثمار. طب يا سيادة الوزير الصحة، شوف الأطباء عندك الأول اللي بتهاجر دي، شوف العجز الكبير اللي عندك في المستشفيات بدل ما تطلع تتهم الناس بأنهم بالمشاكل دي. بص، نقص حد في أطباء مصر بعد هجرة واسعة، شوف المشاكل دي. لا احنا هنتكلم على ايه ما الناس عارفة. طب بص للشباب الأطباء بقى اللي موجودين وما هاجروش، اللي بيموتوا في المستشفيات في عز صحتهم بسبب الإجهاد. احتراق مصر وفيات شباب الأطباء انذار بالخطر. مش مصدق الخبر ده؟ تعال شوف عضو مجلس نقابة الأطباء بيقول ايه بقى كده. اسمع. هو الارقام هتبقى صعبه شويه من ابتداء من 2500 لغايه 3500. على سنه ان بسيط الدكتور اللي بيقعد في المستشفى 12 ساعه كام؟ 45 جنيه حتى الان. ايوه دي مشكله الاساسيه. ولو حضرتك تابعت الفتره اللي فاتت في زياده في عدد وفيات شباب الاطباء. ليه؟ لان هو الشباب مش قادرين يكتفوا بشغلانه واحده، فبيضطر يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة. وطبعا القدرات الشخصية لكل واحد مختلفة، في حد يقدر يشتغل ساعات طويلة وفي حد ما يقدرش. لكن الحاجة هو المفروض ما يقدرش، المنطقي ان الطبيب ما يشتغلش يعني بهذا الحجم الرهيب من الساعات ويطلع من المستشفى لمستشفى، لانه في الاخر انا عايز تركيزه وعايز قدراته وعايز صحيانه. يصرف على دراسته منين؟ صحيح. يصرف على بيته منين؟ الحاجه الثانيه هو تنفيذ القرارات. انت سمعت يا علي قال ايه الراجل؟ قال لك نبطشيت الدكتور 12 ساعة 12 ساعة، الساعة 60 دقيقة ب 45 جنيه. دكتور اتعلم وتعب واهله صرفوا عليه كتير جدا عشان يطلع 12 ساعة ب 45 جنيه. أنا عايزك تقيسها يا علي عشان تعرف ليه المنظومة فاسدة. ده النهارده في دكتور في
شاب طالب في أخميم تقريبا ضرب نفسه بالنار. طالب في كلية الطب ضرب نفسه بالنار. دور على الحادثة كده يا علي والنبي. طالب في كلية الطب ضرب نفسه بالنار. لابس قميصه وبنطلونه او بلوفر، لابس لبسه يعني كويس، وقف على نفسه اوضته بيذاكر، سمعوا طلق ناري، دخلوا لقوا الولد ده حسب الجرايد ما بتقول انتحر. ليه يا عم انتحر؟ عليه مواد كتيره. شاب طالب شاب اهو اطلق على نفسه، برافو عليه، اطلق النار على نفسه. الكشف عن سبب تخلص طالب طب سوهاج من حياته. تخيل تخيل، كشفت حريات المقدم احمد خلف الله رئيس مباحث مركز شرطة أخميم. أنا مش شايف السطر، انزل السطر. شرقي محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء سبب إقدام طالب بكلية الطب على الانتحار في منزله أو منزل أسرته، إذ تبين أنه تعرض حالة نفسية سيئة بسبب تراكم دروس المذاكرة عليه. ضرب نفسه النار. الجرايد أهي مصراوي، أنا مش هجيب من نفسي. أنا الخبر عدى قدامي كده صعب عليا الشاب. ده بقى هيطلع بعد كل ده إذا ما ضربش نفسه النار، يطلع يذاكر وبتاع وقال ويصرف والدكتور راح والدكتور جاي عشان 12 ساعة ب 45 جنيه. أنا عايزك تسأل نفسك إيه بقى مؤهلات نشأة الديه عشان تبقى الثلاث ساعات بتوعه ولا الساعتين بتوعه ولا الساعة بتاعته تفوق عدد حوالي 3000 دكتور. إيه مؤهلاته؟ طب إيه مؤهلات أحمد موسى؟ طب عمرو أديب خريج فيكتوريا وابوهم الله يرحمه ويحسن اليك الراجل طيب علمهم كويس. اخي بسال ايه هي مؤهلات احمد موسى؟ وبيشتغل عمرو بيشتغل في قناه السعوديه. ايه بقى مؤهلات احمد موسى عشان ياخد من فلوس المصريين من الضرايب يطلع على الشاشه ياخد اكتر من 3000 دكتور؟ هي دي الدوله؟ زمان كنا نعرف لاعب الكوره يكسب اكتر، ممثل يكسب اكتر، دلوقتي وصلنا لمرحله ضحاله. يعني لما الخطيب كان زمان بيكسب فلوس، زمان كنا نقول اهو ده الخطيب، يعني لعيبه كوره هم بيجيبوا اعلانات بيجيبوا حاجه والناس بتحب الكوره. زمان لما كنا نشوف ممثل الممثل الراجل بيتعرض عليه افلام ومسلسلات وتعبان رايح جاي من استوديو لاستوديو. لكن مين احمد موسى؟ مين نشأة الدين؟ مين البازا فندي ساقط اعداديه؟ مين بياخدوا الواحد فيهم نبطشيته؟ يا راجل بيقول لك نبطشيته الدكتور 45 جنيه. ده السايس اللي واقف في الشارع احسن من الدكتور. وطلع يقول لك الزياده السكانيه، المشكله كمان وزير الصحه سفه شل فشل المنظومه بتاعته دي وبيحمل الدكتور مشاكل التكليف، وقال انه الدكتور هيتحبس لو رفض التكليف والعمل في المستشفيات الحكوميه اللي نبطشيه فيها ب 12 جنيه 45 جنيه. اسمع، التحويل للنيابة أو إلغاء التكليف مصادر بالصحة إجراءات قانونية لمن لم يتسلم تكليفه. قالت مصادر وزارة الصحة أن الفئات الطبية التي لم تستلم تكليفها بعد مرور 3 أشهر من صدور القرار سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها تتمثل في التحويل للنيابة أو إلغاء التكليف وفقا لكل حالة على حدة. يعني يا تروح يا جزمة تستلم ال 45 جنيه في ال 12 ساعة يا نوديك النيابة. ده زمان كانوا يمسكوا واحدة أو واحد أو واحدة يعني تتمسك في قضية شمال ولا حاجة، وبعدين في حاجة اسمها المصاريف، يعني تقعد في الاسم تمسح السلالم تمسح الاسم، حاجة اسمها مصاريف كده في الاسم. تحس إن شباب الدكاترة كده والله العظيم محبوسين مصاريف. ما هو أنت تروح تشتغل 12 ساعة ب 45 جنيه؟ 12 ده أنت لو قعد تشحت هتلم أكتر منهم. يا راجل يعني اقل ال 45 جنيه اقل من 3 دولار اقل من 3 دولار 12 ساعة الساعة في اوروبا مش اقل من 8 دولار او 8 يورو. حضرتك قول يا سيدي 6 يورو الساعة، انت 12 ساعة ب 3 دولار اقل كمان من 3 دولار. في ظل اللي بيحصل ده تلاقي الاطباء طالع عينيهم ويلاقي اللي يكلمهم في عروض شقق شقق. بص، حدث بالفعل، تلقيت على اتصال اليوم تليفون، صباح الخير يا دكتور احمد، مع حضرتك منى من شركه كذا للتسويق العقاري. بكلم حضرتك عشان عياده في العاصمه الاداريه تكلفتها 12 مليون جنيه قسط على 10 سنين.
انا اقفلي يا منى دلوقتي عشان انا في المستشفى بتخانق مع على 200 جنيه فترات متاخرين، هخلص واكلمك.